كان في مرة تعبان مريض، فعطفت عليه واحدة ست خدته عشان خاطر تعالجه، فعالجته وبقت تقدم له الأكل والشرب وكده لمدة سنة وسنتين وثلاثة، ما بقتش تخاف منه لدرجة إن هو كان بينام جنبها كده على السرير، وفضل يكبر بدرجة رهيبة وينام جنبها على السرير لمدة أشهر، يسيب البيت اللي هي عاملاه ويروح ينام جنبها على السرير لمدة أشهر. بعد كده امتنع عن الأكل والشرب وامتنع عن أخذ الأدوية ومش راضي ياخد أي أكل ولا أي شرب ولا أي حاجة خالص. بعد كده وديته للدكتور، قالت له الأمر كذا 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 وده امتنع عن الأكل، فسألها قالت له هو بينام جنبي على السرير من فترة طويلة ولكن الأيام دي امتنع عن الأكل. فالدكتور قال لها خلي بالك إن هو امتنع عن الأكل عشان يفضي بطنه عشان لما ياكلك، وإن هو بينام جنبك على السرير عشان يشوف مدى طوله من مدى طول جسمك عشان يشوف هو هيقدر يبلعك ولا لأ. فمش أي حد قريب مننا يبقى بيحبنا، ومش أي حد يبقى بيضحك في وشك يبقى بيحبك. ربنا يعافينا إن شاء الله ويقرب لينا ولاد الحلال دايما.